حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، البرنامج اللي نوجد في قناة الرافدين حتى نسمع آراءكم ونسمع أصواتكم، تقدرون تعلقون به على قضية اليوم وهي تجريف البساتين في الطارمية وفي باقي محافظات العراق. تابعونا بعد فاصل. بيع العملة محصور كان على 10 بنوك تقريبا 100 مليار، 100 مليار دولار، هاي ميزانية الدولة يوميا 150، هاي الدولار اللي طالع من العراق 100 مليار. اللي داخل بضاعة، اللي داخل بضاعة أقل مليار، 99 مليار دولار متسرب عملة. ليش؟ لأن المنافسات أغلبها مزورة، هذا الملف انحال كله إلى النزاهة، والبنوك مملوكة لسياسيين، كل العشرة، العشر بنوك، العشرة السياسيين كرد وسنة وشيعة، ولا واحد انحكم من دون العشر بنوك اطلاقا، ولا واحد. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة ثانية ببرنامج صوتكم. أرقام الاتصالات ظهرت أسفل الشاشة حالياً، 3 أرقام تقدرون تتصلون بها على أي رقم، نسمع بآرائكم، نسمع بأصواتكم، نسمع بتعليقاتكم حول موضوع اليوم وهو تجريف البساتين في العراق. أيضاً عندي برنامج الواتساب راح يظهر الرقم حالياً على أسفل الشاشة، أي شخص ما يقدر يتصل، ما يقدر يحكي، ما يقدر يوصل صوته، ما عنده رصيد ما عنده رصيد، يقدر يدزلنا رسالة عبر تطبيق الواتساب، وبرنامج الواتساب أنوه ما أقدر أستقبل به أي اتصال، في كل حلقة يتصلون أناس على البرنامج، سامحونا ما أقدر أستقبل اتصالاتكم على هذا البرنامج. موضوع تجريف البساتين، أي دولة ديموغرافية أو جغرافيتها مثل جغرافية العراق، بها صحراء وبها عواصف ترابية مثل العراق، تهتم بالحزام الأخضر. شنو الحزام الأخضر؟ اللي هو الحزام النباتي داير مداير كل مدينة، وهذا الحزام يحد من كثير عوامل، منها يحد من العواصف الترابية، يخفض درجات الحرارة، ينقي الجو، وكذلك يكون هو عبارة عن سلة غذائية إذا كانت هاي الأشجار أشجار مثمرة تستخدم في قوت الناس أو في تغذية الناس. أما أنه دولة تهتم في تجريف هاي البساتين اللي صار لها مئات السنين، وتهتم في تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي سكنية، هذا ما سمعناه بمكان. حتى الدول الصحراوية واللي أرضيتها صحراء نجد أنه هنالك يعني مساعي حثيثة بهاي الدولة حتى يزرعون مساحات خضراء، ويزرعون أشجار، وتتحول أرضية الدولة هذه من أراضي صحراوية إلى أراضي زراعية حتى يستفادون من عدها. لكن ما يحصل بالعراق غريب، يعني اليوم أكو مصادر خاصة لموقع الهيئة نت أكد أنه هنالك عملية تجريف عشرات الدونمات من بساتين قضاء الطارمية في العاصمة العراقية بغداد، تحديدا هي بساتين النخيل والبرتقال، وجود كثيف للقوات الأمنية، وجود كثيف لميليشيات الحشد هي اللي تشرف على عمليات التجريف. أيضا الأراضي الزراعية قاعدة تباع بأبخس الأثمان إلى مستثمرين من خارج العراق أو من خارج تلك المناطق حتى يبنوها ويحولوها من أراضي زراعية تستخدم للزراعة وتستخدم للاكتفاء الذاتي من السلة الغذائية لتلك الدولة إلى أراضي سكنية. من المحتمل، أو مو من المحتمل بل من التأكيد، أنه أكو مناطق يعني كثيرة بالعراق ومساحات واسعة من أراضي العراق جرداء لا بها زراعة ولا بها بناء. طب استغلوا البناء بهاي الأراضي. الطريق من بغداد لأبو غريب فارغ، للـ160 فارغ، أكو بعض الحواضر اللي موجودة على الطريق في بعض المناطق المتفرقة، لكن انك يعني تجرف بستان وتحول هذا البستان الى منطقه سكنيه وتبني عليها عمارات وبيوت، زين الفلاح وين يروح؟ ومالك الارض وين يروح؟ وتعب السنين اللي تعبها بزرع هاي المحاصيل وين يروح؟ الشجره اللي زرعها فسيله
أو زرعها نبتة صغيرة وكبرت وتحولت إلى نخلة وتحولت إلى شجرة للبرتقال أو للتفاح أو لغيرها وغيرها من المحاصيل، من تجرفها وين يروح تعبها هذا؟ زين أنت من جدة تأخذ هاي المنطقة اللي هي داير مداير بغداد، أنت تساهم بحالة التصحر، وحالة التصحر بها مصايب، جفاف، عواصف رملية، ارتفاع درجات الحرارة، غبار يملي المنطقة، ما عندك حزام داير مداير العاصمة العراقية بغداد حتى تحمي بغداد من هاي العواصف الرملية اللي تجي كل فترة وفترة. واحنا نعرف العجاج من يقب العراق. زين انت من جيت اخذت من عنده هاي القاع، عوضته، نطيت الفلاح قطعة قاع ثانية وبذور ومي، وقلت له روح ازرع ذيك المنطقة واستفاد منها، ووسعت بحيث حولت الحزام الأخضر من قطر مثلا 100 كيلو متر إلى 150 مثلا، لو بجرفت وقلت له روح الله وياك. أبو علي من لندن. السلام عليكم أخ أسل. عليك السلام والرحمة والإكرام. أستاذ أسل عزيزي. نعم. صار 16 سنة. نعم. يعني هيك هذا الشعب العراقي ما يتعرض. 16 سنة صار. هاي الكوارث اللي حلت بالعراق من 2003 لحد الآن الكوارث. نعم. من خلق الطائفية غير تجار الدين. اثنين. من حرق حرق الشعير، مزارع الشعير هاي قبل فترة. نعم. منو سمم الأسماك؟ منو جفف المياه؟ منو أساء للتعليم؟ وين العدل؟ العدل اللي بالعراق وين العدل مثل باقي الدول أخ أفل؟ نعم. أنت شايف مسؤول ما يصير مسؤول إذا مو قاتل وسارق يخلوه مسؤول والبريء بالسجن؟ يعني أي بلد وعن أي قيم بلد العراق؟ يعني المن يشبه هذا البلد؟ المن يشبه؟ الموتشنة تاج العربية أستاذ أفل نسينا؟ نعم. نسينا أستاذ أفل؟ العراق مو شان تاج العرب؟ الشعب إلى متى يصبر على هذول؟ إلى متى يجوع؟ يومية مظاهرات أخ أفل، يومية بالتلفزيون مظاهرات، إحنا بلندن ومباوع المظاهرات يوميا، الكل تشكي، الكل يشكي بالتلفزيون يوميا. إيش تنتظرون؟ الحقوق تجي بالمظاهرات؟ يجوكم العصابات والميليشيات يهزموكم لو بالقوة تنتقذ تستحوا من الدول؟ أخ أفل دواء الشعوب شلون عندها كرامة وعندها خيرة؟ الشعوب عندها مرجعية، مرجعيتها الوطن، إحنا مرجعيتنا يلعبون ما أبارك أتاري يعني 16 سنة إيش قدمت المرجعية للوطن؟ بس أردفهم أخ أفل، تشكيل حشد، الانتخابات اللي انتخبوهم 5-5-5 إيش قدمت والله أتعجباني بالله العظيم. يعني عمايم يتاجرون بالعراق، يتاجرون شباب العراق، اكو دولة محترمة ما بيها جيش موحد وعلم واحد، اذا كل دربونا بيها عصابة اعلام، كل دربونا كل عصابة عندها علم اخ أفل. نعم. الكلام يتعب اخ أفل. الشعب شو قد ينتفض؟ شو قد يسترجع حقوقه وناموسه يتحرك مثل باقي الشعوب؟ مخافي بس يشكون اخ أفل، ما يعرفون شعب، ما يعرف بس عايش على السارات مال الحسين واللطم والزيارات. هو هذا مستواكم؟ ولكم تشوفوا البوق علماء العراق والاطباء يمنا بلندن بالاربع، اكثر من 400 طبيب خريجين العراق، شو وقت تخرجوا بزمن المالكي لو العبادي؟ يعني ليش ضيعتوا العراق؟ ليش ضيعتوه؟ مو كنا تاج العرب، هسه صرنا ارخص بلد بالعالم؟ يعني حكي تعب يا خفل، والله تعب. شو اللي تهتز الضمائر مع العراقيين ويفترضون يتوحدون؟ اذا الجوع ما يوحدهم، المرض ما يوحدهم، الكوارث ما توحدهم، ايش وقت يتوحدون؟ اسال الله الموفقيه والامن والامان للشعب هذا المظلوم. نعم. والله اتعجبني يا خفل، واشكرك حبيبي. شكرا 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 لك ابو علي. ابو فيصل من السعوديه حياك الله. ابقاك الله، السلام عليك. عليك السلام والرحمه والاكرام.
تحية لك استاذ فضل، تحية لقناة الرافدين، تحية كادر القناة. حياك الله تفضل. المشاهدين والمتصلين والحياة، والله الكلام زي كلام أبو علي اللي يتكلم من لندن المحترم. فصحيح هذا الشعب مع الأسف يعني مع احترامنا للشعب العراقي بكل طوائفه الوطنية يعني ما ينتفر من هذه ما لو ما يتحرك هذا الشعب نايم 16 سنة يشوفه حثلاية مع احترام للشعب العراقي يعني حثلات خامني وسيستاني وهذا صورهم حاطينها في المناطق هذول الناس محتلات ومجرمين تبعيد ايران لا يمثلون الشعب العراقي فينتظرون شو ينتظر الشعب العراقي ما لهم ما يقوم الشعب العراقي كل الدول العربيه تأيد وقوفنا مع الشعب العراقي قلب وقالب نحن نجي ثوره بالعراق تقضي على هذه الحثلات حثلات ايران العملاء هذا البلد مع الاسف يعني هذه جمجمه العرب يعني ماذا ينتظر الشعب العراقي؟ والله عتبنا على كل شريف عراقي، ماذا ينتظرون من هذا النظام المجرم؟ يبيعهم ويبيع بلادهم وباع ويبيع كل شيء، هذا دولة لا يوجد دولة ولا يوجد قانون، هي حثلات إيران هي أحذية كلها أحذية وعملاء وقونة وخطرهم ليس على العراق وعلى الوطن العربي كله، فلابد من ثورة لابد من ثورة تحية لك. نعم شكرا شكرا لك ابو فيصل. العم ابو زكريا من كركوك حياك الله. الله يحفظك ابن الاسد ابن الاسد يحفظك الباري يا رب. والله وتحياتي على كل المتصلين الشرفاء يخبرون على قناتكم حياك الله. ابني اسد ومو بجرف البساتين اطراف بغداد هم حرقوا العراق من 2004 لحد هذا اليوم. لا خلوا علماء، لا خلوا أطباء، لا خلوا طيارين، ما خلوا أي شيء. إيران هو الحاكم الوحيد بالعراق ابني أسد. على ولو بس جرف البساتين أضرب بغداد ما بغداد بس ثم حرقوا الحنطة، حرقوا الشعير، حرقوا العراق من 2004 لحد هذا اليوم. كم النزاعات الكرادة مثل الأمة هذول خطية شيعة هذول بالنجف قتلوهم ما الزرقاء غيره هذول ابني أسد هذول مجرمين عصابات الله جابهم على العراق هذول مو وطنيين هذول مو حكومة هذول عصابات مافيات يعني احنا هسه عندنا 335 حكومة بالعراق مو حكومة واحدة كل برلماني عنده سجن كل برلماني يحكم وإيران هو مسلط على العراق ابن أسد أشكرك ممنون من عندك شكرا لك أبو زكريا سعد من الكويت حياك الله حياك الله الدوم يا نمر العراق أولا ننبه البرلمان والحكومة محاسبة من حرق البساتين والأشجار والمزروعات والنباتات وكذلك أيضا محاسبتهم حسابا عسيرا لأن نعم. هذا إجرام في حق الأوادم إجرام في حق العراق إجرام في حق المجتمع العراقي هذه جريمة النكراء يجب المحاسبة فورا كذلك أستاذي بالنسبة إلى يعني تجريف الطارمية جريمة النكراء البساتين لا يجوز غير لائق حرق وتدمير البساتين والأشجار والنباتات كذلك أستاذي عندنا أيضا نحن مع الأسف يعني تكاثرت عندنا عائلة وافد ومقيم كذلك ودنا والله يمكن بعد نهاجر عن بلدنا إلى العراق يا أستاذي بسبب الأذى والأذية والإزعاج وزحام السيارات تكاثرت لدينا يا أستاذي كذلك آخر الكلام يا أستاذي يعني أتمنى من الله أن يشافي الطبقة الفقيرة اللي إحنا منها من الأمراض الباطنية والصدرية والجلدية وتحياتي لك وللقناة وللبرنامج الرائع ومميز سعد شكرا لك يعني قضية بس أرد أطلب من السيد المخرج أكو فيديو طلع قبل شوية إلى جذوع النخيل مرمية على الأرض ومحروقة أرد أعلق على هاي الصورة هاي النخلة اللي وصل الرسول بيها هاي النخلة اللي ذكرت بالقرآن أكثر من مرة هاي النخلة اللي تطيك ثمرة اللي هي التمر ومن قال عن الرسول البيت الذي لا تمر فيه جياع أهله يعني العراق اللي كان بـ 30 مليون نخلة
وبعدد كبير من انواع وفصائل التمور، وكنا نصدر للعالم كله. اليوم هو يجرف بساتين النخيل مالته ليش؟ الى متى احنا نساهم في تدمير بلدنا؟ ما نساهم في بناء بلدنا. بشار من بغداد، تفضل يا بشار. حبيبي السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام. شلونك حبيبي؟ هلا بيك. تحياتنا لقناة الرافدين. حياك وبياك. الله يسلمك. حبيبي بساتين العراق والعراق، احنا بلد شعب انباع. شعب زرعوا بيه طائفية. ناس مجندة اجتنا، واحد يقول ايران، واحد يقول امريكا، واحد يقول مدري منو. هم الناس دول هاي مجندتهم تكره الاسلام وتكرهنا ان كنت شعب عراقي. شنو ذنب اكو ناس حاربت بحرب ايران دافع عن بلده للعراق يكتلوه ولا السقوط. هو مدافع عن بلده بطل. يعني واحد دافع عن بلده يكتلوه ولد بلده؟ وين اكو هيجي قانون؟ وين اكو هيجي شعب؟ بس قل لي هسه هاي الحكومه تحكي والسولف، من صعد هالكراسي؟ كانوا شيعه ولا كانوا سنه ولا كانوا كراد؟ مو احنا الشعب صعدناهم؟ نعم. مو احنا صعدناهم هسه بدنا نسبيهم؟ عمي احنا ناس كذابين. احنا ما خلينا واحد ما كتلناه. صح لو غلط؟ صح لو غلط هذا الكلام؟ احنا ناس باطلين. يوم بساحة التحرير شلع قلع كلهم حرامية، وثاني يوم نقعد على كراسي سوية ننتخبهم. مو صحيح؟ من تقول لي المالكي، المالكي حرامي ابن حرامي، وغير المالكي والعبادي وصالح المطلق، من باقي فلوس النازحين؟ هسه صالح المطلق يروح للانبار يصفقوا له. المالك يضرب البصره وضرب النجف يروح للنجف وللبصره يصفقوا له ويهوسوا له. نعم. وصدام حسين ينعدم على موت قضيه بالديجيل. هو سببه باختياله. هذا شوف السياره رئيس من دوله تضرب عليه طلق وما يعدمك، انت واحد. انعدم على موت قضيه والله كذا عدم الديجيل. غير ما اختاروا قائد. فهذا الشعب تعبان. قالوا رادينا توعية كاملة. احنا ما نفتهم. احنا عفنا الاسلام. التهينا بالبوق بالفلوس. ديننا دنانيرنا وقبلتنا نسائنا. احنا لا شيء. نعم. احنا انتهينا قالوا. السوش بينا. باشر خلي العراق كله يتوحد ويقعد بساحة التحرير ويوقف الحياة كلها. شنو ياخذ له 40 مليون 50 مليون بالشهر وسيارات مصفحه والشعب كاتل الجوع؟ بيا دين هذا؟ بيا قانون؟ زراعه كلها دمروها. قالوا تريد زراعه؟ ماكو زراعه. هو يريد يجيب لك سم، يريد ينهيك. هم دول جابتهم امريكا ومجندين، هي كل دول العالم، بريطانيا، امريكا، اسرائيل، ايران. اربع دول بين يقود العالم. جايبه ذولا يمصون من دمك. شويه شويه يموتوك موت بطيء. واحنا نصفق وياهم ما شاء الله. يا اهل جو سوينا له علي وياك علي. الصوت فينا. والله ما اعرف احنا شعب عن شلون تالي ما نعرف. مجاهد يودوا للسجن، سووا لك احزاب وخلوا المجاهدين القاتله والامريكا الحقيقيين من كانوا من السنة ومن الشيعة المجاهدين الحقيقيين حتى بالسجون الانكتل بالسجن لحد ما بعدهم بالمعتقلات. صح لو غلط؟ نعم. هذا شعبنا، هذا نعم. احنا المجاهد الحقيقي نذبه للامريكان هيجي احنا نسلمه بيدينا. والله الله يرحم الراحمين. وتحياتي. شكرا لك اخ بشار من العاصمة العراقية بغداد. أيضا أبو حسن حياك الله. السلام عليكم أخوي أفهم. عليك السلام والرحمة والإكرام. الله يبارك فيك أخ عمر. وشنو شنو شنو أفهم شنو الشيء الموتور بالعراق؟ نعم. يعني هسه الجد ما نحكي
ايش قد ما نقول، ايش قد ما نحكي، ما يفيد هذا كل الحكي. يعني الحياه بصوره عامه كلها موتوها، زراعه، صناعه، كل شيء، صحه، اي شيء بالكون. فاحنا شعب يعني ما نتوحد. ليش؟ احنا مو شعب واحد. وزباله ايران، زباله ايران اللي ايدوها ايران، هذول مشكله. يعني راد لهم كنس من العراق، هاي وحده اللي 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 يبيع الزاد والملح والعشره، هذا مو من العراق. يعني احنا العراق مو واحد اخي. انا شضيف على كلام الاخ القبلي، احنا مو شعب واحد، احنا شعب لفوا دعجونا، لفوا ودمرونا، صفقوا للمحتل وصفقوا للزباله هذول العمايم القذره. فظل العراق ما يستقر بعد، يعني مع الاسف والله العراق يجي يدمر تدمير. ترد اقول بعد، يعني الرجل هذا حتى اللي يكفي. نعم. فالشعب ما يستقر ابد ما دام هذول الحثاله على البلد. انتهى. انا بعد هم بعد قلبي خلاص، يعني زاد توعي الناس، زاد تحكي، زاد يقول لهم عيب كرامتكم، كرامه ماكو، يعني البلد انتهى. نعم. انا ساعات اقول اكو امل بالعراق، لان يعني برجال مو وزير رجال، بس اتاسف على المجاهدين اللي قاتلوا الامريكان واستشهدوا، هذول دمهم راح حذر والله مع الاسف، والله مع الاسف. الله يرحمهم ان شاء الله، الله يرحمهم برحمته الواسعه. غير هذا بعد ما اقدر احكي بعد، شو اقول يعني، شو اقول، رجل حكى بعد ما فيه كفايه. سبقني. شكرا لك ابو حسن. ومن عاصمه الرشيد ايضا ابو ياسين، حياك الله يا ابو ياسين. السلام عليكم. عليك السلام والرحمه والاكرام. اخي تسمح لي اني كلامي مختصر. تفضل. اخي اريد اقول للامه العربيه، نسيت في العراق ونسمه هواء في الثمانينات اللي صد العواصف السوداء من الشيطان الاكبر هي امريكا وعربتها ايران. نعم. هذا العراق اللي قاتل 8 سنوات الله يعينك يا ابو ياسين. هاي دموع العراقي على بلده، هاي غيرة العراقي على بلده، ودموعه غالية أبو ياسين. الله يعينك يا أبو ياسين ويعين كل عراقي غيور وشريف عنده غيرة على بلده. شكرا لك أبو ياسين. هذه غيرة العراقي، غيرة العراقي مو على منصب ولا على كرسي ولا على حزب ولا على مرتبة مدير عام ولا على أنه يصير نائب بالبرلمان. دول اللي قاعدين يتعاركون على الكراسي دول مو عراقيين. غيرة العراقي هاي الدموع اللي بكل حلقة يطلع لنا بها عراقي بقلبه حرقة على هالبلد هذا. غيرة العراقي على بساتينه وعلى أهله وعلى ناسه. غيرة العراقي على هالقاع وعلى النهر وعلى الموجود بالنهر وفوق النهر. وغيرة العراقي على اللي يطير بسمة العراق كلها، مو همه لا كرسي ولا منصب ولا سياسة ولا شيء. غيرة العراقي لما يحترق قلبه ويشوف ابنه بالمدرسة واكو بالمدرسة مخدرات وما يعرف ابنه يروح له على رجليه راح يرجع سالم لو لا. أم زمزم من بغداد، حياك الله أختي. تحياتنا لحضرتك استاذ أفل، وتحياتنا لكادر القناة والمشاهدين. حياك الله أختي. استاذ أفل، سيد بهاء العرجي نائب رئيس الوزراء السابق، وهذا من هم وبيهم، صرح قال يعني إيران تريد أن يتحول هدفها القضاء على الزراعة والصناعة في العراق. نعم. قضاء نهائي لكي يتحول العراق إلى سوق للسلع الإيرانية 100%، وهذا منهم وبيهم السيد بهاء العرجي. نعم. أستاذ أعطيك مثل الصناعة كمثال، عندك معمل الدراجات الهوائية والأعمدة الموجود في المحمودية. نعم. أستاذ هذا المعمل قطاع مختلط، يعني حكومي مع القطاع الخاص. نعم. طبعاً المديرة مال هذا المعمل، تقول له بس مالتنا المواد اللي ننتجها تتصرف بالعراق، الوزارات تاخذها الوزارات. طبعا نفسها طلعت بالاعلام وقالت رحت بنفسي، هي مدير مفوض. طبعا هذا المعمل كان عدد العمال دي من 500 عامل صاروا هسه 130 عامل. راحت هاي المره للوزاره الدفاع في سبيل شنو، تقابل وزير الدفاع الحالي. نعم.
وزير الدفاع الحالي اللي 100% معين من قبل إيران، اللي أول ما تولى المنصب رأسا قام يحمد الحشد الشعبي، طبعا الحشد الشعبي كغطاء للميليشيات العراقية المؤتمرة بأمره التابع إلى إيران. هو هذا هو الكل بالكلية في العراق. أقول له يا وزير الدفاع، بروح تركي ابن أبيه، لو بروح حوري ابن أبيه، أنت معينتك إيران؟ يجيك الكلام أستاذ. راحت هاي المرة تقابل وزير الدفاع، لأن تقول بالأنظمة السابقة أو بالنظام السابق 90% من 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 منتجات هذا المعمل، معمل الدراجات الهوائية والأعمدة، يعني مو دراجات هوائية، ينتجوا كل شيء. تقول كان 90% إنتاجه يروح لوزارة الداخلية والدفاع، فهسه إذا وزارة الدفاع تأخذ من عندنا راح يحتوي هذا المعمل. نعم. تقول رحت بدي أقابله بالاستعلامات، أنطوني قالوا ها جيبي. تقول أنا مدير عام مو قليل أستاذ، مدير عام مال هذا المعمل بوزارة الصناعة. راح بدي أقابله، قالوا الورقة من عندها وقالوا لها روحي إحنا نخابرك كل أسبوع نخابرك. تقول هاي المرة تقول المعمل من 500 عامل صار 130 عامل. تقول كل عامل أنطيهم كل شهرين كل ثلاثة، حتى هي من شوف اللي يحب وطن الشوم، تقول من مدير عام هي إلى أصغر عامل في هذا المعمل تقول أنطيهم 50,000 بالشهر. تقول الوزير طبعا وزارة الصناعة المتابعة اللي معينهم جمال الكربولي، الوزير اللي عينه جمال الكربولي، هم راحوا العمال أستاذ ناس جواعة شو يسوون؟ يريدون يعيشون. راحوا قابلوا جمال الكربولي، يابا هذا المعمل حيه، كمثال حي أستاذ، يابا هذا المعمل حيه، احنا العمال بيتين من جوعنا. نعم. بالشهر بينطونا 50، مو كل شهر كل شهرين، يلا تدبر لهم خطيه 50,000 من بعض الصناعات اللي تسويها. أو جمال الكربولي شو يقول لهم؟ جمال الكربولي يعني باعتبار هو الكتلة مالته المعين وزير الصناعة الجبوري، يقول لهم والله هذا القطاع المختلط قطاع لقيط، احنا ما نحيي. كانت شوف العمالة اللي وين توصل، شوف العمالة مالتهم. وباقين على الأجهزة القديمة، على الأجهزة القديمة. فكانت كلهم عملاء، كلهم عملاء. انت يا وزير الدفاع والدوله 90% من منتجات هذا المعمل لازم الوزاره الدفاع هم لا يتركوها ويستوردون من برا. ومثال اخر تقول ننتج احنا هاي الحاجز اللي بالمستشفيات، استاذ حاجز هاي بالمستشفيات، يعني هاي عمود منا وعمود منا وبيبرد، تقول احنا ننتجه. تقول عدي محمود الوزير بالصحة السابقة تقول بدل ما تستورد من عندنا من معملنا تروح أيضا تستورد من إيران. يعني استاذ هذول محبين بواسط إيران، مقدمين جارنتي لإيران. يا بنتي اسمحي لي أقاطعك بس عذريني لأن عندي كثير من الاتصالات وراح أحكي على قضية الصناعة بالعراق. عندي أم حيدر من أربيل، حياة الله يا أم حيدر. الو السلام عليكم. عليك السلام والرحمه والاكرام. تفضل يا ام حيدر. اليوم موضوع التجريف مال البساتين واللي دا يصير بالعراق، بس احب اقول كلمه واحده. ايه يعني احنا شو وقت راح يصير براسنا خير؟ احنا العراقيين شو وقت راح نصير ايد واحده؟ شو وقت راح نتكاتف؟ يعني كل طائفية اجت وراحت، سووا قتل بالشوارع، مفخخات، تفجيرات، شباب بدون عمل، موظفين قطع رواتب بدون رحمة، ناس لحد الآن نازحين قاعدين بالشوارع. بس أريد أفتهم إحنا شو وقت راح نرجع مثل ما كنا؟ يعني هيك حكومة فاشلة، هيك حكومة ما بيها خير، هيك حكومة ما عندها غيرة، لا غيرة ولا غرغرة على قولة أهلنا. لا يحسون بفقير، لا يحسون بمعتاد، لا يحسون. يعني هاي حوبة الأشجار، مو هاي كلها ما رب العالمين خالقها؟ هاي العراق اللي كان يستفاد من تمورها، النخل هاي. يعني بس أريد أفتهم حوبتها إن شاء الله تطلع بالحكومة مالتنا. بالنبي محمد ما أقدر أبلع لقمة وجيراني ما عنده أكل يأكل، شلون هم قاعدين مرتاحين؟ شلون؟ بس أريد أفتهم هاي الرواتب اللي دا يسلموها
حلال حرام حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. يومي احترق ألف حرقة من أشوف واحد بالتلفزيون ما عنده، من أشوف واحد يبكي ويقول فلوس دوا، هاي أبسط حقوق الإنسان، يعني فلوس دوا ماكو. بس أريد أفتهم إحنا صار بينا شنو اللي صار، شنو اللي صار يعني، بس أريد أفتهم. نعم شكرا شكرا لك أم حيدر. محمود من العاصمة بغداد، حياك الله يا محمود. انقطع الاتصال ويا محمود. عبد الله من بغداد، حياك الله يا عبد الله. ام عبد الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك السلام والرحمه والاكرام. تحيه لحضرتك ولقناتكم الشريفه الى كل عراقي شريف. حياك الله استاذ. يعني احنا العراق كله والوطن العربي ترى أصبح يعني الأمر طلع من إيد الحكام. السبب ليش؟ لأنه هم تسحب المجال إلى أمريكا ولا إسرائيل ولا إيران، هي اللي تقوم بعملية تحديد السياسة اللي موجودة في الوطن العربي، خاصة عند السعودية واللي صار مسار وهم يأخذون فلوسهم الأمريكان وهي الشغلات الأخرى. الاتفاق الصهيوني والإيراني اللي تنفذ إيران هو جذب الأراضي العراقية وكل أراضي زراعية إنه تجرسها وتحولها إلى أراضي سكنية. ترى هاي خطة مدروسة. أول شيء أكو طريقين جديد تجاري ما بين إيران وما بين سوريا، لازم يأمنون المنطقة، هاي أولا. ثانيا تحويل كل المناطق خاصة البصرة وبغداد بالدرجة الأولى والموصل والأنبار وصلاح الدين، هاي كل الأراضي الزراعية تتحول إلى ما نعرف شنو، لأن أكو خطة إسرائيل هي اللي تسيطر على الوجود العراقي. الحكومة ترى ما إلها أي سيطرة، أمريكا وإسرائيل وإيران هي اللي تمشي، وحتى المناصب اللي موجودة في الحكومة العراقية ترى قسم من عندها اشترتها إسرائيل وانطتها إلى جماعات معينة خاصة وزارة الدفاع. زين هذا الشيء. شيء ثاني أستاذ، هاي الأراضي كلها تتحول إلى استثمارات زراعية واستثمارات صهيونية أمريكية، وحتى المشروع اللي قدمته السعودية بحيث تحويل صحراء الأنبار والنزف والنزف وكربلاء كلها تحولها إلى مزارع للأبقار، ترى هذا كل تخطيط صهيوني وتخطيط من دول الخليج، لأن دول الخليج وجودها أو الدول العربية وجودها وخوفا من إيران، ليس مخوفا من إيران وإنما خوفا من أمريكا وإسرائيل، هي الكريدة تحطم الدولة العربية الإسلامية وتحطم الإسلام. وأنا أحيي أبو ياسين، أبو ياسين ترى أكو حلم في رمضان، حلم واحد إنه امرأة ميتة والرسول صلى الله عليه وسلم كان واقف أمامها بيقول أمتي أمتي ماتت. يعني احنا وصلنا الى هيك مرحله بحيث ان الدين الاسلام بيموت بنفوسنا واحنا شاكين، احنا بنحس بهذا المعاناه. الاسلام ترى ما اصبحت انه تقولون اسلام وغير اسلام، الاسلام ترى بينقض بنفوسنا احنا، بس كدول اسلاميه ترى ماكو. ليش؟ لانه سيطرت اسرائيل، وهذا التطبع الاسرائيلي اللي موجود في الحكومات العربيه هي اللي اثرت. هسه انا اليوم دا اسمع انه كل الفاسدين واللي طلعوهم خاصه محافظ الكربلاء كلهم ودوهم الى مناصب خارجيه بالسفارات. زين مصير الشعب شنو؟ مصير الشعب الى متى؟ ترى حتى الشيعه طلع من عندهم الامر، حتى اذا يقومون بانتفاضه او يقومون بمظاهرات الى جانب السنه ترى كلها ضايعه. لان اذا احنا ما نتحد ونصير كقوه كدوله عربيه اسلاميه تلم المسلمين كله في الوطن العربي ترى ما نقدر نتخلص من هذا الداء. واكو ترى وقف اليهودي، هسه العراقي راح يرجعون ياخذون املاك كل اليهود اللي موجوده في العراق، وهذا اللي ادى الى انه راح تتغير طبيعه الارض. نعم
ما اعرف والله. شكرا 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 لك ام عبد الله على هذا الايجاز اللي قدمتيه بالحلقه. قبل ما اخذ الاتصال الجاي، ام زمزم قالت على معمل او معملين، لكن يا سيدتي العزيزه معمل الغزل والنسيج وين؟ معامل خياطة النجف وين؟ معمل أدوية السامراء؟ معامل الجلود العراقية؟ معمل الإسكندرية لصناعة السيارات؟ وكثير من المعامل اللي موجودة بالعراق واللي كانت تشتغل، ومو بس تشتغل للداخل، كانت المعامل العراقية تصدر للخارج. يعني شركة الجلود العراقية ولا معمل أدوية السامراء كانت بضاعته تصدر للخارج. مشكلة العراق أنه بضاعة هاي المعامل بالداخل ما يأخذوها هسه. يعني قبل فترة عانى المعمل مال أدوية سامراء، يقول السرنجة اللي احنا نصنعها ما يأخذوها من عندنا لا مستشفى ولا وزارة الصحة. معمل الجلود توقف، معمل الغزل والنسيج ذاك اليوم العمال طلعوا على القناة الرافدين يقولوا احنا راح نسوي إضراب لأنه عندنا مشاكل، مكاين قديمة، ماكو تحديث، ماكو تطوير، ماكو اهتمام كلي بالصناعة العراقية، وكذلك الزراعة، وكذلك الثروة الحيوانية. يعني قضية نفوق الأسماك شنو اللي صار عليها؟ ما حد طلع وحكى وقال شنو اللي صار عليها، شنو السبب؟ حرق مزارع الحنطة والشعير شنو اللي صار؟ ما حد قال. وهسه اليوم همين اكو خبر نفوق ملايين النحل بمحافظة التأميم، وأصحاب مزارع النحل يقولون هذا الشيء مدبر، بس من اللي يوقف وراه ما حد يدري. أبو عمر من السليمانية، حياك الله يا أبو عمر. السلام عليكم أستاذ أفضل. عليك السلام والرحمة والإكرام. أستاذ أفضل، بالنسبة لعملية تجريف البساتين، نعم، يعني أنا دائما من أشبههم باليهود، أنا مو غلطان، نعم، قسماً بالله، يعني هم ماخذين أخلاقهم من اليهود. شوف اليهود الفلسطيني يجرفون بساتين الزيتون، ماكو أشجار الزيتون يجرفوها، راح يبنون مستوطنات، لكن إلى جانب هذه المستوطنات يبنون، يعني يزرعون أشجار الغرقد. أشجار الغرقد ما موجودة لا بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالقرآن، موجودة ولا بالقرآن موجودة، موجودة بالسنة النبوية. يقول لك شجرة الغرقد هي شجرة اليهود، فهم أخذوها من الرسل، لأن هم من يقوم الساعة عليهم يقتلون وراها نفسهم، بس هؤلاء عبارهم راح تدملهم لا قسما بالله. هي لو تدوم كان اسرائيل اقوى من عندهم مليون مره. اسرائيل عندها 80 قنبله نوويه، عندها جيش قوي ما شاء الله فتاك، وشعارها من الفرات الى النيل. ذاك اليوم شرحناها للخريطه، قلنا لهم يعني من الفرات من تركيا وانت جاي لبنان وسوريا والاردن والعراق، هذا الى السماوة وتصاعد بعد تروح الى مصر. هذا لكن ليش؟ شنو السبب اللي يخلي اليهود اليوم يدورون على صفقه القرن؟ يعني انت اقوى من ايران يا يهودي، انت اقوى من ايران، ولكم انتم يا اجلكم الله يا شباب ايران، ولك اسرائيل اقوى من عندكم، اذا صفركم ضربه هسه ماكو، قسما بالله العظيم واحدكم الا اللي يضيع اسمه، ماكو اللي يضيع اسمه هو نفسه، من يسالوش اسمك يقول لك ما ادري، نتيجه الضربه اللي اذا ضربتكم بها اسرائيل. فليش تدور على صفقه القرن؟ اتهموها يا اغبياء حسن يسمع، يا تروحون فدوة لليهودي، زين؟ لأنه خايف اليهود يعرف النصر مو لا لليهود ولا للنصارى ولا للمجوس ولا كلاب الفرس، النصر للإسلام دائما وأبدا بالأخير. نعم. دولة الظلم والكفر ساعة، ودولة الإسلام إلى قيام الساعة. هذول لهذا السبب يقومون بهذا العمل الساس، لكن العارف هو بالعدو، والله اللي يلوم العدو أقول عيب فيك، لا تلوم العدو. العارف ابن البلد اللي يقول أنا مسؤول، ومثل أحزاب شيعية وأحزاب سنية وغيره وغيره، زين، واللي شايل السلاح باسم الجيش وباسم الشرطة وباسم الميليشيات ويدافع عن الفارس المجوسي، أقول له أنت تدري ايش طلع؟ أجلكم الله، طلع يشتغل جواد الفارسي، هو هذا العيب، العيب فيهم واحدهم طلع يشتغل قواد هذا وذاك، هي هذا العيب مو بالعدو. والله يقسم من يقول العيب بالعدو، العيب فيهم هم دول، بس ما تبقى لهم قسما بالله العظيم. نعم، شكرا 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 لك ابو عمر. ادي ابو ياسين من بغداد رجع لنا، قول ابو ياسين. تحياتي لك اخوي، يعني اسف شويه. لا يا ابو يعني لا تاسف، بالعكس بالعكس بالعكس، هاي دموع العراقي.
يعني لا لا تتاسف عليها. تفضل. لو كانوا مأذيني اني اطبق وياهم ضد الغريب. اخي احنا بلدنا سنه عن سنه جاي الشرق جاي يضيق عليه، فانا جاي عنده العراقيين اللي نايمين اقول لهم قوموا بلدكم راح قضت عليه الفرس المجوس، يا اخواني اصحوا. فانا الصراحه مليت انا من نديهم مثل ما يقول، فاني اطالب بالقيادات، قيادات النظام السابق، وين القيادات الروسيه؟ وين اللي دمروا ايران؟ من ايران سدت علينا؟ اخي بلدنا راح انتهى، لا ظل فيه زرع، لا ظل فيه صناعه، لا ظل فيه مي، دمروه. ومن اللي دمره قبل امريكا وايران؟ اخي هم هاي العراقيين العملاء، اكو اللي يسمون العراقيين عملاء، دمروه. لو شوف انا عايش بالعراق دمروه، لو خلوا شارع، يعني شارع يوقفون فيه سيطره، ياخذون فلوس من العالم، تنطيني 40 50 يلا تعبر عندك هذا الجسر، اكو جسر على حي النصر، ما تعبر سيارات الحمل الا ب 75,000، وهذا خطيه، هذا كروته 80 لو 90، يمللون العالم، عصابات كلها مشتركه بيها، مشتركه العصائب وجيش المهدي والجيش وكلها مشتركه، اخي شكرا شكرا لك ابو ياسين، رجع الاتصال انقطع وياه. وليد من بغداد حياك الله. انقطع الاتصال ويا وليد. عندي محمود من بغداد رجع لنا حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك السلام والرحمه والاكرام. شلونك عيني؟ شلون صحتك؟ الحمد لله، انت شلونكم؟ تفضل. والله الحمد لله بخير، والله الحمد لله. والله اولا نشكر قاعه الرافدين يعني طبعا واللي تدافع عن العراقيين وعن جميع المسلمين، نشكرها ونسال الله ان يديمها. نعم. هذا أولا. ثانيا حال العراق سبحان الله، يعني يوم عن يوم داي يرجع للأسوأ، وهذا ليش؟ لأن سبحان الله أول شيء هو العراق بلد إسلامي والمفروض المسلمين يتكاتفون، والعزة الإسلام هي أنه توقف بوجه الظلم، وإحنا الآن سبحان الله يعني مظلومين ومقهورين. حال العراق يعني حال عجيب، يعني تعرف انه قبل شوي شفت الاخت كانت المذيعه الاخت قبل شوي، يعني شفت حال يعني الاخوه بالموصل 16 اخ يعني ماخذين بحجه الارهاب، الاخوات يعني بحجه الارهاب، المنزوعات يعني والله يبكي يعني الصخر عليهم. نعم. يعني وهذا حال اللي يعني اليوم هسه حال البساتين، يعني بطلوا كل شيء يسوون، راحوا على اراضي الناس. طيب هذه الناس اذا اراضيها انتم هدمتوها وهدمتم دورها، زين وين تروح هذه الناس؟ نعم. يعني راح بطلوا هذه الطائفيه وبطلوا انه الاعتقالات والكره والقهر بالسيطرات والاعتداء على الناس. نعم. راحوا النوب جمع عليهم عقر ديارهم، يعني النوب كرهوا العالم والله. يعني تصور اكو منطقه، طبعا انا ما اريد اذكر وين، يعني تصور يعني والله يوم عن يوم يطبون عليهم يكسرونهم تكسر، يضربونهم يقتلوهم. فبعدها يعني المنطقة كرهت العيشة المنطقة، يعني تصور رادوا يطلعون، يعني عرب كاملة منطقة كاملة رادوا يطلعون يشيلون. نعم. سبب ليه؟ السبب يعني الأوضاع، سبب ويقولون يعني أنتم حتى أنتم راح يعني أما راح تجيكم الدور ونشيلكم حجة المطارات ما أعرف إيش. يعني والله يعني وضعنا يعني والله يعني يجب ان يعني تبكي عليه البواكي. نعم. وحال يعني حال نحن طبعا حالنا بالعراق يعني حال والله يعني عجيب عجيب، حالنا عجيب. وين صرنا؟ وين هسه وين كنا؟ وين صرنا العفو؟ وحال العراقيين وحال الاخوه في الجزائر وفي ليبيا وفي كل انحاء العالم، يعني حال عجيب والله. نعم. والله انا نرجو يعني من الاخوه انه يتكاتفون ويثبتون اماكنهم وعلى اراضيهم يدافعون، وهذا الافضل. زين انت اذا عفت ارضك وجيعانك وعفت عرضك الانسان اللي ينتهكك ويتعدى عليك، هذا اصلا ما افضل عزه نفس وغيره. طبعا احنا المشهور عندنا العراق بلد الغيره، ونعم بلد الغيره والله وما زال بلد الغيره، لكن الاسلام يعني اجى وزادهم غيره. يعني ما ادري والله يعني. شكرا شكرا لك اخ محمود. بالنسبه الى رسائل برنامج الواتساب،
أول رسالة وصلت اليوم تقول أستاذ أفل هو العراق كله جرفه بقت على البساتين، الله يخليك إن شاء الله يرجع العراق مثل ما كان. السلام عليكم أخي العزيز، بس حبيت أنقل لكم هذا الخبر العاجل، للأسف تناقلته قبل قليل وسائل التواصل، انفجارين انتحاريين في حسينية بمنطقة المعالف في بغداد والضحايا بين 25 قتيل وجريح، نسأل الباري أن يحفظ العراق والعراقيين، اللهم آمين يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحيي قناة الرافدين، الأسف العراق صار ميليشيات وأحذية إيران حرقة، والعراق من 2004 وحتى اليوم مجرمين وعصابات، وإيران ما حد يردعهم ويحاسبهم، هذه جريمة نكراء هي إحراق البساتين، وإذا الأحرار بالعراق طالعين برا. السلام عليكم، أرجو طرح قضية الأطباء البيطريين، البلد بأمس حاجة للطبيب البيطري وخاصة في مناطق جنوب العراق بسبب انتشار الأمراض الوبائية حاليا بين الجاموس وغيرها، علما أن أعداد الثروة الحيوانية في جنوب العراق بمناطق الأهوار حوالي 13 ألف راس جاموس إضافة إلى أبقار، وتعيين الأطباء البيطريين متوقف منذ عام 1989، علما أننا نملك قانون تدرج طبي بيطري مفعل ولكن وزارة الزراعة لا تعمل به. هاي واحدة من مشاكل العراق. عذرا على طول الرسالة، أبو حاتم من الموصل، أستاذ تحية طيبة لك ولكادر القناة. الاحتلال وضع صفحات لصنيعته والجرثومة الخضراء للانتقام من العراق وشعبه الأبي ومقدراته وثرواته وبناه التحتية ومؤسساته ونهب ثرواته وتدمير خبراته في كافة مجالات الحياة أسوة بالعالم المتقدم، وجعل هذا البلد متخلف بعدما تقدم أسوة بالعالم، علما أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى جيوش الإسلام بعدم قطع أي شجرة، ونفذت أداة الاحتلال حكومة الخضراء هذه الصفحة المرسومة له بتحريف الأشجار رضاء لأسيادهم في واشنطن وطهران وتل أبيب. أستاذ، بعد ماكو زراعة ولا صناعة ولا معمل ينفتح، أصبح العراق سوق لتصريف المنتجات الإيرانية والصهيونية والأمريكية. أخ أفل، معمل مراوح ديالة وين؟ معمل نسيج فتاح باشا وين؟ معمل تعليب كربلاء وين؟ معامل فانيلات وألبسة داخلية بالكوت وين؟ معامل إطارات وبطاريات الديوانية وين؟ وغيره وغيره وغيره. يا منافقين انتفضوا، كافي مهانة وذل. وأيضا عندي رسائل أخرى من الإمارات ومن العراق، لكن يا جماعة الخير، العراق هو بمشاكل كثيرة تحتاج إلى وقفة، تحتاج إلى وقفة من منو؟ من شعبه. شكرا لكم وإلى اللقاء.